معنا على الهاتف للتعليق على هذه الواقعة والتطورات في ليبيا دكتور فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المقاطع. دكتور فتحي مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك في الكريم وبمشاهديك. يعني ما الذي نفهمه من عملية اليوم واستهداف قيادات القوات الخاصة الليبية في بنغازي شرق ليبيا؟ نعم شكرا لك أختي الكريمة ونترحم على الشهداء الذين سقطوا خلال معركة الكرامة معركة استرجاع الوطن وبناء الجيش الوطني ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى. هناك الكثير من الدلالات والإشارات في هذا العمل الإرهابي الشباب. أولا رمزية استهداف جنازة القائد السابق للقوات الخاصة الصاعقة في بنغازي اللواء المرحوم خليفة السماري هي لها دلالة في أن هذه الجماعات تستهدف المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الذي وضع نهاية لمشروعها التخريبي في ليبيا وفي شمال أفريقيا والمنطقة العربية بالكامل. هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم استهداف فيها قيادات الجيش الوطني، بل أن الاستهداف بدأ مبكرا ولهذه القوة الخاصة منذ العام 2011 عندما استهدف واغتيل اللواء عبد الفتاح يونس قائد القوات الخاصة في ذلك الوقت. أي أن المعركة التي نخوضها اليوم كما قال اللواء المسماري قبل قليل على عبر إذاعتكم أن المعركة التي تخوضها القوات المسلحة والجيش الليبي اليوم في طرابلس هي معركة متواصلة ضد هذه الجماعات الإرهابية منذ العام 2011، معركة استرجاع ليبيا من قوى الإرهاب والتطرف. وليس هناك أي معنى لما يتشدق به السيد قيس سراج في طرابلس من كونه يحمي أو يدافع عن مدنية الدولة. ابدا هذه عمليات متواصله، عمليات ارهابيه ليس لها علاقه بمدنيه الدوله ولا غيرها، وان سيد فايز سراج والقوه التي تسانده وتقدمتها تركيا التي وعدته قبل ايام بالمساعده والمسانده عندما كان زيارتها عندما كان في زياره في تركيا راينا نتائجها اليوم في هذا الهجوم، هذا ما حذرنا منهم مسبقا وفي اذاعتكم بالتحديد في بدايه الاحداث في شهر ابريل الماضي ان سيد فايز سراج يغدق الاموال ويستخدم المال العام وايرادات وقود الليبيين لدعم هذه الجماعات الارهابيه، وراينا نتائج اعمالها في بنغازي ورايناها في الجنوب ايضا في نشاط داعش. وهناك دلاله كبيره جدا ان هذه المعركه تستهدف الجيش الوطني. الدلالة الثانية المهمة والتي ينبغي أن ننتبه إليها هو إفلاس هذه الجماعات وشعورها بحالة الاندحار والتقهقر. اليوم قوات الجيش الوطني تتقدم بشكل مضطرد داخل طرابلس، وصلت إلى منطقة خلف الترجان وسيطرت أيضا على مواقع متقدمة فيها بما في ذلك مقر الجوازات العامة وهي تقترب من قلب العاصمة، ولذلك لم يكن امامهم اي وسيله للرد الا بهذا العمل الجبان الذي استهدف جنازه يعني تشييع جنازه. نعم طيب. زي ما قلت لك هي دلاله ومحاوله استهداف رموز الجيش الوطني. طيب خليني بقى يعني اتكلم مع حضرتك او اتطرق الى نقطه مهمه وردت في المؤتمر الصحفي. اللواء احمد المسماري الناطق باسم قائد الجيش الليبي اتهم صراحه السيد فايز السراج رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي الليبي، اتهمه صراحة بالوقوف وراء هذه العملية. يعني هنا هل فقد السيد فايز السراج شرعيته كاملة في قيادة يعني سواء كان المجلس الرئاسي الليبي أو في مزاولة أي نشاط سياسي في ليبيا خلال هذه الفترة؟ نعم السيد فايز السراج لا يملك لا أخلاقيا ولا قانونيا أي مبررات مرارة كرئيس مجلس الرئاسي. صدق الوفاق الوطني كانت وحسب اتفاق الصفيرات او في مقدمة اهدافها الاساسية محاربة الارهاب واقرار الترتيبات الامنية في طرابلس. ولكن رغبة سيد فايز سراج في الاستمرار في السلطة والتمسك بها جعلته يتخلى عن كل هذه الاهداف الوطنية ويرتمي
في أحضان الجماعات الإرهابية وجماعات الداعمة لفوضى السلاح في ليبيا، وخصص لها وعن طريق وزارة ماليته خصص لها مئات الملايين، ما يقارب عن على الأقل اللي معلوم لدينا هو تخصيص نحو 250 مليون في بداية الأحداث في شهر أبريل، واستمر في الإنفاق بعد ذلك. وكنا حذرنا سابقا بأن هذه الأموال سوف تذهب إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات، وهذا ما حدث بالفعل. سيد فيصل راج ليس له أي مستند لا أخلاقي ولا قانوني يمكنه من الاستمرار في عمله أو التحكم في الإيرادات. وصلت الفكرة، بشكرك. نعم. وقد سبق وأن خاطبنا الأمم المتحدة والأمين العام لحرمان السيد فيصل راج من هذه الإمكانية لكي لا تستخدم أموال الليبيين لقتل الليبيين. بشكرك جزيلا السيد دكتور فتحي المشبري نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المقاطع للمجلس الرئاسي الليبي. أنا بشكرك جزيلا وجودك معنا.